مكان غامض وتسمية تعتبر الأكثر غرابة على وجه الأرض، فهل وجود هذا المكان الذي يحمل هذا الاسم حقيقة أم مجرد خيال؟ والغريب أن هذا الاسم ذكر في الكثير من كتب التراث العربية والكتب القديمة، مما يجعلنا نفكر بجدية بحقيقة وجود هذا المكان من عدمه. فلطالما سؤال يتبادر إلى الأذهان لدى الكثير منا لكلمة يضرب بها المثل للبعد الأقصى، بلاد الواقواق، أو التسمية الأدق جزر الواقواق. هل هي حقيقة أم أسطورة؟ وإن كانت حقيقة فأين هي؟ ومن أين جاءت التسمية؟ وما هي الأساطير الغامضة التي دارت حولها؟ تبقوا معنا أعزائي المشاهدين لنكتشف هذه القصة الكاملة. ولكن قبل البدء في الحلقة أصدقائي، لا تنسونا من الاشتراك والضغط على زر الإعجاب لنستمر بكم عائلتنا، عائلة زوايا خفية. جزر الواقواق، يقال أنها مجموعة من الجزر يصل عددها إلى 1700 جزيرة مجتمعة لتشكل هذا الاسم الغامض. ويعتقد أن الجزيرة تقع على بعد حوالي 1000 ميل بحري إلى الغرب من المحيط الهادئ، وتقع على بعد مئات الأميال من أي منطقة سكنية. ومن الصعب الوصول إلى الجزيرة بسبب الطقس العاصف والتيارات البحرية الخطيرة في ذلك المحيط. ويقال أن هذه الجزيرة توجد بالقرب من جبل الفتح الذي يقع على الطرف الأقصى في غرب البحر الأبيض المتوسط، وهو جبل طارق الواقع في أسفل إسبانيا، ويسكن فيه المشوهون الذين يقومون بقطع الطريق عن الناس لأكلهم. لذلك لا يتجرأ أحد من سكان المناطق المجاورة على دخولها. ولكن لا دليل واضح على صحة هذه الرواية، كما أن المنطق يتعارض مع هذه الأقاويل، في حين أن أغلب كتب التراث قالت أن موقعها يقع في الشرق الأقصى، وكانوا يقصدون شمال الصين قبالة الساحل الشرقي لها، في حين ذكرت بعض الكتب أنها تقع في بحر الهند. فالواقواق اسم أطلقه العرب على بلدين مختلفين من البلدان التي طالما ارتادها البحارة منهم والتجار. يقع البلد الأول في الشرق الأقصى، وهو في رأي أكثر المستشرقين إقليم يقع في الساحل الشرقي شمال الصين، ويأخذ بهذا الرأي المستشرق الفرنسي فران، وقد كتب بتفصيل عن الواقواق، والمستشرق الروسي كراتشوفسكي، قائلا أن بعض المستشرقين يؤكدون أن البلد الآسيوي الذي سماه العرب بالواقواق لم يكن جزءا من ساحل آسيا الشرقي، بل كان جزر اليابان نفسها. كما يذكر المستشرق البريطاني كرامرز أن العرب أطلقوا اسم الواقواق على جزيرة مدغشقر في القارة الإفريقية، وأن العرب طالما ترددوا على جزيرة مدغشقر وهم في طريقهم إلى أقليم آخر من أقاليم الساحل الشرقي في أفريقيا التي كانوا يسمونها بسفالة، ولعل في الخريطة المنسوبة إلى الإدريسي دليلا قاطعا على صدق هذا الرأي، والتي سنأتي على ذكرها في سياق الفيديو. تقول الأسطورة المشهورة أن الجزيرة هي موطن للحضارة الغامضة التي تعرف باسم واويقان، والتي قيل أنها كانت متقدمة جدا عن معظم الحضارات في العالم. وتقول أساطير أخرى أنها موطن لمخلوقات غامضة والتي ليس لها مثيل في العالم كله. أما عن سبب التسمية فاسمعوا إلى العجب العجاب. يقال أن سبب تسميتها يعود لوجود شجرة لها ثمار على أشكال النساء، شعورهن طويلة ومعلقات بالشجرة من شعورهن، فإذا نضجن وسقطن مر الهواء من أفواههن فيصدرن صوتا يقولن فيه واق واق. في حين ذكر بعض الرحالة أن سبب التسمية يعود لطائر الوقواق الذي يكثر وجوده في تلك الجزر، ومنه حصلت تلك الجزر على التسمية. كما أن كلمة الواقواق تعني الماء في اللغة السريانية، ولكثرة الأنهار في تلك الجزر أطلق عليها هذا اللقب. وتقول أحد الأساطير أن التسمية تعود بسبب الأشجار التي تنمو وتكبر بين ليلة وضحاها. أما التفسير المنطقي
والنظرية الأقرب إلى الصحة تقول أن الرحال العربي ابن بطوطة أدخل تلك الكلمة إلى العربية من الكلمة الصينية واكوكو، وهو اسم كان قدماء الصينيين يطلقونه على جزر اليابان القديمة. ولكن ما جاء في وصفها ووصف سكانها شيء لا يصدقه عقل، فأنصتوا جيدا. يقال أنها مليئة بالذهب الخالص لدرجة أن سكانها يصنعون ثيابا منه، بل إن قرودهم يلبسونها أطواقا من الذهب، وكلابهم تجر بسلاسل ذهبية، وأرضها أطيب الأراضي وأكثرها عطرا وطيبا، وبها أنهارا أحلى من العسل، وبها من الطير الشيء الكثير، وفيها سيل عظيم يسيل كالقطران يصب في البحر فيحرق السمك فيطفو على الماء، وفيها شجرة ضخمة أوراقها دائرية مستطيلة، وثمارها تشبه ثمار القرع واليقطين، ولكنها أضخم ولها هيئة البشر. وتحكمها امرأة تجلس على عرشها متجردة من اللباس، يكلل رأسها تاج، ويحيط بها 4000 جارية، وأن سكانها كلهم نساء، وبها من المخلوقات الجميلة مما لا مثيل له في الدنيا، وتحوي على كنوز جمعت من أقاصي الأرض ودفنت تحت قصورها. في حين هناك روايات تناقض الوصف الذي ذكرناه آنفا، فتقول أن سكانها من الزنوج وأصحاب بشرة سمراء، ويتميزون بالخديعة والمكر، وبارعون في صناعة السفن، وكثيرا ما كانوا يستولون على سفن التجارة ويتسمون بالإنعزالية، مما جعلهم ينقطعون عن العالم. وتنقلنا الرواية الأخيرة إلى أن جزر الواق واق هي نفسها جزيرة مدغشقر حاليا. ولكن ما هي الدلائل العلمية على حقيقة وجود هذه الجزر وأين ذكرت؟ إن من أول القصص التي حكيت عن هذه البلاد تعود إلى ما يقارب القرن العاشر ميلادي، في حين أخذت الروايات منحى آخر عن الجزيرة في أواسط القرن الثالث عشر، لتكثر الأساطير حولها بحلول القرن الثالث عشر، فقد ذكرت في عدة مصادر من الكتب القديمة، حيث كانت أولها في خريطة لأبي عبد الله الإدريسي عندما رسم خريطة للعالم كاملا في عام 1154 ميلادي، موضحا معالم الجغرافيا حسب الرحلات التي كان يقوم بها، ووضح من خلال ذلك أن موقع جزر الواق واق في أعلى الخريطة، أي في الجزء الجنوبي من الأرض، مما يجعلها أقرب إلى مدغشقر حاليا. وكما ذكرها ابن خلدون في مقدمته وتحديدا في الصفحة 36، ويمكنكم الرجوع إليها، كما ذكرها الرحال ابن بطوطة في رحلاته وكتاب الروض المعطار في خبر الأغطار لابن عبد المنعم الحميري. وقد ذكر اسم الواق واق في 5 مواضع، وفي كتاب المستطرف في كل فن المستطرف للأبشيهي ذكرت في موضع واحد، ومن ضمن الكتب التراثية أيضا عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات القزويني، حيث يتناول كتابه وصف الكون، وذكرت تحديدا في فصل عجائب بحر الصين، كما وصفها العالم الجغرافي العربي محمد بن زكريا الزهوي في مؤلفاته، هو كتاب البلهان للأصفهاني الذي اعتبره البعض من أغرب وأعجب الكتب التي تحمل في طياتها طلاسم السحر والمفاهيم الخرافية. وذكرت في الكثير من الأعمال الأدبية وأشهرها رواية ألف ليلة وليلة، التي جاء فيها نص يقول: لا يمكنك الوصول إلى جزر الواق واق حتى لو ساعدتك مخلوقات الجن التي تجول النجوم الهائمة، لأن ما بينك وما بينها 7 أودية و7 بحار و7 جبال شاسعة. وذكرت أيضا في رحلة السندباد ورواية أليس في بلاد الواق واق، وأشعب في بلاد الواق واق، والبحث عن الترياق في بلاد الواق واق. وخلاصة القول، إن جزر الواق واق إن وجدت ما هي إلا أحد احتمالين: جزر اليابان أو جزيرة مدغشقر، وكل القصص والروايات ما هي إلا محض أساطير، فلا دليل علمي واضح على وجودها رغم ذكرها في الكثير من الكتب التاريخية. فبالرغم من أن جزر الواق واق ظهرت في الكثير من الأساطير والقصص البحرية القديمة، إلا أنها تبقى غامضة ومحاطة بالغموض،
ولا يوجد دليل قاطع على وجودها في الواقع، ولكن هناك جزئيتان يجب التنويه لهما. من أين جاء هذا الوصف الدقيق لتلك الجزر في الكتب القديمة؟ ولماذا تحتاج لموافقة من الحكومة الفيدرالية إذا أردت السفر في البحر في شرق الصين؟ أسئلة بلا إجابات.